شو بدي أعمل؟ لك شمي علقاني مع هالخاطفين؟ لك شمي مفكرة أني عم إلحقها كمان؟ شو أعمل؟ بتمنى لاقي الطريق الصح لأنه لك شمي حياتها بخطر هلأ. هذا ريشي هو كتير ذكي، لو سمحت اوعك تغلط وتستخف فيه بالفيندر. هو رح يدور عليك لآخر لحظة، وقت ما يشوفك قدامه رح يلاحظ إنه ضيعك، وبتعرف إنه إذا بيلاقيك هلأ، إذا بيلاقي هذا المكان وقت رح يلاقيك. حط ببالك هالشي. ما رح يلاقيني بنو، ما رح يلاقيني لا هو ولا حتى خيال. سكوت، مثل ما عم قلك سمعني منيح وحاج تاخذ القصة بمسخرة. هاد حبي وما لازم يصير شي فشل خطتي بالفيندر، مفهوم؟ إيه خلص، ما رح تفشل خطتك، مثل ما عم قلك ما رح تفشل خطتك بنوب. وقاربك يلي عم يغرق، قصدي ما غرق، ما رح يغرق. لا تاكلي هم بالمره، جبته للشط ورح امنه منيح. انت لا تاكلي هم. بس اذا غرق بالفيندر انت كمان رح تغرق معه. خليك متذكر هالحكي، هلا خليك مفتح عيونك ومركز على كل شيء. انا ما رح اغرق، انا بعرف اسبح، فهماني؟ بعدين انا مفتح عيوني ومركز، ماشي؟ ليلي هلا معك خشبه شيء؟ عن اذنك رايح العب. شو بدي أعمل؟ أنا عن جد ضايع هلا. أخي ريشي، رح أتصل بأخي ريشي. مسكر خطه، أكيد انطفى جهازه. بس إذا هيك كيف بده يحكي معنا؟ وإذا اضطر واحد يحكي معه كيف بده يتواصل معه؟ أيوش، أنت لساتك هون؟ أنا قلت لحالي أنت بتكون عم تعمل شي شغلي هلأ لحتى تساعدني. أيه أنا هيك بدي ستي، شو بدي أعمل؟ ما بعرف شو بدي أعمل ستي، بس لحتى ساعدها. استنى شوي، استنى شوي، لا تتوتر وتتلبك. أنت ليش ما بدي أقله لريشي؟ هلأ كنت عم حاول دق له ودقيت له، بس تليفونه مطفي، بتكون خلصت بطاريته. أوه، معناتها شو فللكشمي هن الاثنين سوا صح؟ إيه هن الاثنين سوا، رح دق للكشمي. إيه صح مزبوط. معقول؟ مين اجى هلا؟ اكيد مو بالفيندر، لانه مو رن التليفونه. معقول ريشي؟